الله أكبر، غارات غارات الطيران الحربي على مدينة الحولية بريف حمص الشمالي. حولي ريف حمص الشمالي. الله أكبر، غار الرابع على التوالي. مدينة الحولي ريف حمص الشمالي. طيران سوري استهدف الاطفال المدنيين، كان في تجمعات هون غاتبه غير توصيل غاتبه استهدف، لانه كان كلها اغلبيتها اطفال ونساء، اغلبيتها كلها هيك طلع اربع خمس صواريخ. يعطيك العافيه. اليوم ضربت طيارة بكفرلاها، ضربت المدرسة استهدفتها، والحمد لله رب العالمين ما كان موجودين الطلاب فيها. يعني اليوم يوم عطلي، ومثل ما انت شايف يعني الدمار والخراب فيها. اجى الطيران الحربي السوري اليوم هو وقصف مدرسه بمدينه الحولي، مدينه كفرلاها بريف حمص الشمالي. طبعا كما شايفين دمر المدرسه، المدرسه عم يتلقوا فيها طلاب العلم دراسي. طبعا النظام السوري صار عم يقاتلنا حتى بالتدريس حتى بالمدارس، دمر المدرسه تقريبا، المدرسه صارت بشكل شبه مدمره خارجي عن الخدمه. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيران سوري استهدف المدنيين، اطفال كانوا قاعدين بهذا البيت. هيك هذا الطيران السوري اللي غرب واللي عم يقول مستودعات اسلحه، هاي مستودعات الاسلحه تبع بيت الاسد. هاي اطفال كانت نايمه وقاعده، ليك ضرب الاطفال. هذا بيت اثنين ثلاثه اطفال انجرحت ونساء تهجولت وصاحبين البيوت وين ما بده يروحوا ببيوتهم. هذا طيران سوري اللي عم يدعي انه مستودعات اسلحه، تفرج على مستودعات الاسلحه. اطفال انجرحت ونساء عالم مسنين ختاير اطفال نساء عمر المجار اطفال انجرحت. وهاي الاطفال ليكونا، هاي الاطفال، هاي المستودعات الاسلحه. عم ندعي هذا الاسد انه مستودعات اسلحه، هذا هو المستودع الاسلحه. شايفه ثلاثه بيوت. Thank you.